بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التعامل يوم القيامة لن يكون بالأموال بالدراهم والدنانير، إنما سيكون التعامل بالحسنات والسيئات. لذلك الحسنة يوم القيامة سيكون لها قيمة عظيمة عند صاحبها، فالواجب على العبد في هذه الدنيا أن يستكثر من الحسنات. لذلك عندما أتلو كتاب الله أنوي بذلك أن أستكثر وأن أزيد من الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك عندما أتلو كتاب الله أنوي بذلك أن يزيد الإيمان في قلبي، فالإيمان في القلب يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والقربة وينقص بالمعصية والغفلة عن الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يزيد الإيمان في القلوب ألا إنه كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك عندما أتلو كتاب الله أنوي أن يعصمني الله عز وجل به من الفتن، من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. الفتن التي تكثر في آخر الزمان أعظم ما يعصم منها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أنوي أن يعصمني الله من الفتن، وأن يحجبني الله عز وجل عن مسالك الظالمين وعن طرق الضالين. ويستأنس لهذا المعنى من قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي حجابا ساترا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه والنحو الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.